السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Surface anatomy of lymph nodes in the upper lip. العظمة البارزة دي قوي قوي قوي. صح كويس؟ العظمة دي يا جماعة اسمها الميديال ابيكوندايل. ميديال ابيكوندايل. فوقيها على طول. Just above the medial epicondyle. في نوع lymph node اسمها supratrochlear or epitrochlear lymph node. Supratrochlear or epitrochlear lymph node. ماشي. بقى كمان في عندي lymph node موجودة في الدلتو بيكترال روف. زي ما انتوا عارفين العضلة دي اسمها ايه؟ دلتويد. والعضلة بتاعت الفرانتو تشيست وول دي اسمها ايه؟ بيكتوراليس ميجور. في حفرة هنا ما بين الدلتويد والبكتوريس ميجور اسمها دلتو بكتورال جروف. الدلتو بكتورال جروف دي ماشي فيها الفين المشهور قوي اللي اسمه ايه؟ سيفاليك فين. على الابر اند اوف سيفاليك فين في الدلتو بكتورال جروف الحفرة اللي باينة حلوة قوي هنا قوي في لينف نود. يبقى اسمها ايه كده؟ وهي تحت العظمة دي. العضلة دي اسمها ايه؟ كلافي. والليمف نود دي اللي على الابر اند اوف سيفاليك فين في الدلتو بيكتر جروف جاست بيلو ذا كلافي. ما دام بيلو تبقى مين؟ سب كلافيكولار ليمف نود. سب كلافيكولار ليمف نود في الدلتو بيكتر جروف جاست بيلو ذا كلافيكل الونج ذا ابر اند اوف سيفاليك فين. زي ما انتم عارفين بقى يا جماعه اهم حاجه في الليمفاتيك درينج اوف ذا ابر ليمب الاكزيلري ليمف نودز. زي ما احنا عارفين الاكزيلري ليمف نودز كل مجموعه ليها اسمين. اس حسب عليه هي على انهي وول من الاكزيلري زائد حسب هي ريليتد لانهي اناتوميكال استراكشر. زي ما احنا عارفين الاكسيل يا جماعه فور سايد بيرامل استراكشر اهي بتوين ذا ابر بارت اوف ذا ارم اند ذا ابر بارت اوف شيست وول. صح؟ فالوولز بتاعت الاكسيل الهيومرس تبقى انهي وول؟ اللي بعيد عن اللاين داون لاترال وول. والشيست وول يبقى مين؟ ميديال وول. البيكتوريس ميجور تبقى انتيرور وهي قدام السكابيولا. قدام السكابيولا العضله المشهوره اللي اسمها الساب سكابيولاريس بتمثل مين؟ المين بارت اوف ذا بوستيرور. وعندنا الهيري سكين. الهيري سكين اوف ذا اكزيلا ده اسمه ايه؟ بيز اوف ذا اكزيلا. بيهايند ذا ميدل سيرد اوف ذا كلافيكل. المنطقه اللي بيهايند ذا ميدل سيرد اوف ذا كلافيكل يبقى اسمها ايه؟ ايبس اوف ذا اكزيلا. ماشي؟ محتاج ان احنا نقرب اول حاجه وتقرب على الكاميرا. ماشي. فيبقى ايه؟ فور سايد برانجل ستراكشر. البكتوريس ميجر اهي انتير وول. سب سكابيولاريس ورا بوستير وول. هيومرس لاترال وول بعيد عن ميدل لاين. ابر بارت اوف شيست وول ميديال وول. الهير سكين اوف ذا اكزيلا بيز. Behind the middle cell of the cavity is apex. في طبعا عندي المجموعه المشهوره من الليمف نود اللي ديب للبكتوريس ميجر. حيث انها يا جماعه ديب للبكتوريس ميجر يبقى اسمها اكيد ايه؟ بكتورال جروب. ودي في نفس الوقت على انهي جدار؟ هتتسبب البكتوريس ميجر. يبقى انتيرو وول. عشان كمان دي اسمها anterior group او vectoral group. واسم على مسمى. عارفين انها اسمها anterior او vectoral group draining ايه؟ the anterior wall of the trunk لحد الامبراكس. فدي يا جماعه anterior vectoral. مقابل ليها ورا بقى مين؟ قدام السب سكابيولاريس. anterior وسب سكابيولاريس.
على الصب سكابيولار فيسل باسمها ايه المجموعه دي؟ صب سكابيولار جروب او حيث انها على الجدار ده اللي هو البوستيرو وول يبقى اسمها الثاني ايه؟ بوستيرور جروب. على الابر بارت اوف ذا هيومرس على الابر بارت اوف ذا هيومرس في لينث نود يبقى اسمها ايه؟ هيومرال جروب. وده انهي جدار الاكسيلا؟ لاترال وول عشان كده اسمها هيومرال او لاترال جروب. الثلاثه اللي انا قلتهم دول انتيرور فيكتور اللي دي بقول الترانسميشن بوستيرور سب سكابيولار اللي قدام سب سكابيولار واللاترال هيومرال كل دول بيصبوا فين؟ في لينف نودز على الهير سكين اوف ذا اكزيلا. احنا اتفقنا الهير سكين اوف ذا اكزيلا ده اسمه ايه؟ بيز. والليف نود اللي عليهم اسمها ايه؟ بيز. وحيث ان الثلاثه اللي فاتوا كلهم صبوا فيها مش تبقى دي المحطه المركزيه في اسمها بيزل او سنترال جروب. ماشي؟ كلنا عارفين البيزل او السنترال جروب تطلع فوق تصب فين؟ في لينف نودز بيهايند ذا ميدل سيرد اوف ذا كلافيكل. وانت فعلا بيهايند ذا ميدل سيرد اوف ذا كلافيكل المنطقه اللي اسمها ايه؟ ايريكس. ويبقى اللينف نود اللي فيها اسمها ايبيكال جروب. ماشي؟ ويبقى ده السيرفيس اناتومي اوف لينف نودز ان ذا ابر لينف. اباف ذا ميديا لينف كوندايل ايبيتروكليا او سوبرا تروكليا. ان ذا دلتو فيكتورال جروف ان ذا انفرا كلافيكولار فوسا. الونج ذا ابر اند اوف لونج سفرس اوف سيفاليك فين از انفرا كلافيكولار لينف نودز. وبعدين انتيرور فيكتورال بوستيرو سبسكابيولار لاترال نومرال بيزال سنترال ابيكال جروب. اوكي.